اهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. معكم ربيع شنطف من منزل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في منطقة اليرزي، حيث يستقبل العديد والعديد من الشخصيات خلال هذا النهار الطويل المستنكرة لكلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي. وهبي كان قد طلب إعفائه من مهامه خلال لقائه عند 10 تقريبا مع رئيس الجمهورية ميشيل عون، وذلك بعد يعني الضغوط الكبيرة التي يعني تلقاها شربل نتيجة كلامه المسيء للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، فضلا عن المواقف السياسية المنددة بهذا الكلام المسيء والذي ذهب إلى حد العنصرية. السفير السعودي كان قد التقى بداية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دليان، وكان قد أشار المفتي دليان بعد خروجه من هذا اللقاء إلى أن الزيارة هي للتضامن مع السعودية وسائر دول مجلس التعاون الشقيقة التي لم تتخلى يوما عن لبنان، وما صدر من كلام فيه إساءة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج يسيء للبنانيين أيضا، وقال ننتظر الإجراءات الحاسمة التي يمكن أن تصحح ما صدر من إساءات في حق السعودية ودول مجلس التعاون، وعلى المسؤولين اللبنانيين الإسراع في رأب هذا الصدع، ونحن مؤتمنون على الوفاء للمملكة وما صدر من إساءة مرفوض ومدان ومستهجن. واعتبر المفتي دريان أن تصريح وزير الخارجية خطيئة، داعيا إلى أن يكون الإجراء في حقه جديا وحازما. أيضا كان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قد زار السفير السعودي، وفي هذه الأثناء يعني هناك اجتماع داخل هذه الخيمة العربية مع مفتي بعلبك الشيخ خالد صلح طبعا في هذه الأثناء، وبحسب المعطيات لابد وأن يتولى شخص آخر غير الوزير وهبي تصريف أعمال وزارة الخارجية. وهو قال عبر تويتر: أتوجه بالاعتذار من دول الخليج عامة ومن المملكة العربية السعودية خصوصا، مملكة الخير والتسامح، و أعلن توجهي غدا إلى رئيس الحكومة للتخلي عن مهامي في وزارة الخارجية والمغتربين. وكان قد التقى الرئيس ميشيل عون منذ بعض الوقت كما ذكرنا. أيضا لابد من الإشارة إلى أن بحسب المعطيات وزيرة الدفاع رفضت تولي مهام تصريف الأعمال، وهذه معطيات أولية. أيضا هناك من المفترض أن يتولى الوزير دوميانوس قطار، ولكن وزير دوميانوس قطار من المعلوم أنه قد اعتكف واستقال من مهامه قبل استقالة الحكومة حتى، وهو بالتالي بطبيعة الحال لا يرضى بتولي هذه المهمة. وقيل بأنه ربما تتولى غادة شريم هذه المهمة، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص. طبعا كما ذكرنا هناك خلال الساعات الماضية عدد كبير من اللبنانيين والعرب في مختلف أنحاء العالم قد استنكروا ما صدر عن شربل وهبي، خصوصا فيما يتعلق بمسألة يعني البدو، وهو طبعا هذا الأمر قد لاقى توضيحا من الجميع بأنهم كلهم يفتخرون بأنهم من البدو، وهذه قبائل عربية أصيلة، وهي ليست فقط من الطائفة الإسلامية، هناك أيضا من الطائفة المسيحية من ينتسبون إلى البدو. يعني هذه التوضيحات صدرت خلال الساعات الماضية. البعض يصرح لدى خروجه والبعض الآخر يفضل عدم التصريح. سنحاول يعني خلال هذا اليوم الطويل أن نستصرح أيضا السفير السعودي، أو على الأقل أن نأخذ أجواء منه. ابقوا معنا لما وفاتكم بأي جديد. إلى اللقاء.